غارات إسرائيلية جديدة على قرى شرقي لبنان تسفر عن قتلى وجرحى بالعشرات. الصحة العالمية تصف الوضع الصحي في شمال غزة بالمأساوي وتدعو المجتمع الدولي لحماية المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي يوافق على ميزانية 2025 ويتصدرها زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع المنظمة البحرية الدولية لما يمثله النقل البحري من أهمية بالنسبة لمصر بموقعها المتميز، وفي ضوء أهمية قناة السويس كأبرز الممرات المائية العالمية ولما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط. وخلال لقائه سكرتير عام المنظمة استعرض عبد العاطي تداعيات هجمات قوات الحوثية على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتأثيرها السلبية على المصالح المصرية، مشيرا إلى أن تلك التداعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار. التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي كبار الكتاب والمفكرين في حلقة نقاشية مطولة بجريدة الأهرام شهدت تفاعلا حول التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المصالح المصرية. وشدد عبد العاطي خلال الحلقة النقاشية على محورية الدور الذي اضلع به المفكرون وقادة الرأي في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا السياسة الخارجية، لا سيما في ظل الاضطرابات الإقليمية المتشابكة غير المسبوقة وتداعياتها المباشرة على الأمن القومي المصري. كما استعرض عبد العاطي باستفاضة محددات السياسة الخارجية المصرية وموقفها من الملفات الإقليمية والدولية. أدان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاعتداءات الإسرائيلية على اليونيفيل، مثمنا إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار عملها في الجنوب. وقال مكتب ميقاتي إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، معلنا رفض لبنان المساس بالمهام وقواعد العمل التي تنفذها القوات الدولية بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، نافيا ما تردد من أنباء بشأن طلب الولايات المتحدة من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد. كانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت نقلا عن مصادر لبنانية أن الولايات المتحدة طلبت من لبنان عبر مبعوثها أموس هوكستاين إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل للمساعدة في دفع المحادثات بشأن الاتفاق النهائي. يأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ستواصل منع حزب الله من الانتشار على الحدود الشمالية لإسرائيل. تصعيد غير مسبوق على الجبهة اللبنانية، ففي الوقت الذي تسابق فيه إسرائيل الزمن لشن هجمات متتالية لإضعاف قدرات حزب الله بعد الاستهداف المتواصل لقياداته، فرغم محادثات الوساطة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله إلى أن الغارات الإسرائيلية تتواصل دون هوادة على لبنان، وتتصادم التصريحات الأمريكية مع نظيرتها الإسرائيلية، ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إحراز تقدم جيد في المفاوضات الدائرة بين تل أبيب وحزب الله، أعلن القادة الإسرائيليون أن هدفهم تحييد حزب الله وشل قدرته على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل. ووسط جهود مكثفة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، بحث مبعوث البيت الأبيض أموس هوكستاين وبرايت ماكجورك إلى إسرائيل سبل التوصل إلى حل سياسي في لبنان ووضع حد للحرب في غزة،
وفي أعقاب الاجتماع في القدس المحتلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها، مؤكداً عزمه على منع حزب الله من الانتشار على الحدود الشمالية لإسرائيل. التعنت الإسرائيلي وما صاحبه من غارات مكثفة تسبب في إحداث دمار هائل في الجنوب اللبناني، أجبر الآلاف على النزوح لاسيما وأن الاحتلال يقصف دون سابق إنذار كعادته المتجردة من أبسط مبادئ الإنسانية، الأمر الذي نددت به المنظمات الدولية والعالم أجمع، إلا أن إسرائيل لم تأبه لأي قرارات أممية في هذا الصدد، ضاربة بعرض الحائط النداءات الدولية المتواصلة. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المسلخ جنوبي بلدة القيام بجنوب لبنان بهجمات صاروخية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفعات بلدة قصر نبا، كما شن غارة على حي الزهراء في مدينة بعلبك، وغارتين على بلدة طارية غربي بعلبك. أعلنت الخارجية الفرنسية تسليم نحو 30 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين اللبنانيين. وذكرت الخارجية الفرنسية أن المساعدات الإنسانية للبنان تعكس بشكل ملموس الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادته. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان. وحضرت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، حذرت من استمرار الهجمات الإسرائيلية المتنامية على عاملين في المجال الصحي ومنشآت صحية في لبنان، مجددة التأكيد على ضرورة تحييد الرعاية الصحية عن الهجمات العسكرية. أكد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كاتاني أنه يتم التواصل مع المجتمع الدولي وقوات اليونيفيل من أجل توفير مسار آمن من القصف الإسرائيلي المستمر. وأشار أمين عام الصليب الأحمر اللبناني إلى أن لديهم خططا احترازية، كما أنهم منتشرون على كل الأراضي اللبنانية ولديهم مخزون احتياطي، كما أنهم مدعومون من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الدولية. إلى ذلك، حضرت منسقة الأمم المتحدة في لبنان من خطر شديد يحيط بمواقع أثرية في البلاد بسبب الحرب الدائرة. وشددت منسقة الأمم المتحدة في لبنان على ضرورة تحييد التراث الثقافي اللبناني عن الصراع الدائر، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. عن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، طالبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بضرورة هدنة إنسانية بالقطاع للقيام بعملية تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال. من المفترض أن تبدأ المرحلة الثالثة من حملة التطعيم غدا السبت في جزء من شمال القطاع بعدما تم تأجيلها الشهر الماضي. وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن المساحة المشمولة بالهدنة تقلصت على نحو كبير مقارنة بالجولة الأولى من التطعيم في شمال غزة التي أجريت في سبتمبر. إلى هذا أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدينهوم أدان هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في غزة. وأكد أدهانوم أن الهجوم الأخير يعرض حياة المرضى لخطر جسيم، وصفا الوضع الصحي في شمال غزة بالمأساوي، وداعيا إلى حماية المستشفيات والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي. وافقت الحكومة الإسرائيلية على حزمة ميزانية الحرب التي طال انتظارها، والتي تشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن. واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكل لتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان.
في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال، وتضررت كذلك الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، ومنها تكنولوجيا والبناء والزراعة بسبب تكاليف الحرب ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية. يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالة من العجز المالي وانخفاض التصنيف الائتماني، مما أدى إلى توجه الحكومة الإسرائيلية للإعلان عن اقتصاد تقشف لعام 2025 تقلل فيه الحكومة الإسرائيلية الإنفاق مع زيادة مجموعة من الضرائب لتمويل الحروب التي تخوضها إسرائيل. وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق نحو 40 مليار شيكل، أي نحو 10.8 مليار دولار. ومن ضمن الزيادات الضريبية سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18% بدلا من 17%. وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة، على الرغم من أن إنفاقه سيبلغ 2.1 مليار شيكل في العام المقبل، وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.1% في عام 2024 و4.3% في عام 2025. وبحسب وكالة رويترز فإن الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة بعد أحداث 7 من أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو، وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحرب في غزة ولبنان، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم 3%. دعت الأحزاب المعارضة في أيرلندا الحكومة الأيرلندية إلى تمرير مشروع قانون يحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية. وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في أيرلندا هولي كرينز إن القرار سيبعث برسالة قوية على خلفية حرب إسرائيل على غزة من جانبه. قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات جوهرية. مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يواصل المرشحان الديمقراطي والجمهوري كاميلا هاريس ودونالد ترامب يواصلان محاولاتهما الحثيثة لكسب المزيد من أصوات الناخبين. آخر محطات تلك المحاولات عنوانها القوة ناعمة، حيث قام كل من ترامب وهاريس باللجوء إلى عدد من المشاهير للترويج لحملاتهم الانتخابية. في انتخابات رئاسية أمريكية شديدة التنافسية مثل انتخابات 2024، يصبح الطريق إلى البيت الأبيض محفوفاً بالمخاطر والمفاجآت، خاصة وأن حسابات المجمع الانتخابي التي تملك الكلمة النهائية قد تختلف عن حسابات التصويت الشعبي. وبعيداً عن صخب الساسة واكتذاب الناخبين بالبرامج الانتخابية المعتادة، لجأ كلا المرشحين لمحاولة أخرى وأخيرة لاقتناص أصوات الناخبين عبر رموز القوة الناعمة ومتابعيهم، علها تقلب موازين التصويت رأساً على عقب.
وفي إطار تلك المحاولة أعرب ترامب ذو الخلفية الفنية السابقة عن شعوره بالغضب بسبب قلة دعم المشاهير له والذين كانوا زملاءه يوما ما، على عكس المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس التي أعلن غالبية النجوم قرارهم بالتصويت لصالحها، بل وقاد بعضهم حملات ترويجية في مختلف الولايات خاصة المتأرجحة منها لكسب أصوات الأمريكيين لحقيبة الانتخابية. في المقابل حرصت حملة ترامب على مهاجمة تيار المشاهير الذين زاروا عددا من الولايات المتأرجحة نيابة عن حملة هاريس، وخلال تجمع انتخابي في جرين باي بولاية ويسكونسن حظي ترامب بدعم كبير من نجم كرة القدم الأمريكية بريت فافر الذي شارك ترامب في حملته كمرشح جمهوري للرئاسة في الأسبوع الأخير قبل يوم الانتخابات. هكذا حدد المرشحان أولويات مختلفة لهم في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، كما حرص نوابهم أيضاً على جذب أصوات الناخبين، حيث صرح المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيمس فانس بأن التصويت لترامب يمثل تصويتاً من أجل تغيير حقيقي وضد احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة. أما نائب هاريس تيم وولز فقد وصف ترامب بأنه يهتم بنفسه فقط ولا يكترث بما يحدث للطبقة الوسطى. أجواء مشحونة واستثنائية تعيشها الولايات المتحدة إبان انتخاباتها الرئاسية، أجواء دفعت الناخبين للإعراب صراحة عن قلقهم من الانتخابات هذا العام أكثر مما كانت عليه في انتخابات عام 2020 والتي خسر فيها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن. ووسط هذا كله تبقى صناديق الاقتراع هي الحاسمة لمعرفة من يقود البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة وكيف سيكون شكل الولايات المتحدة في تلك الفترة. أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشاي سون هو خلال زيارة لموسكو أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقق أهدافها في أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت تندد فيه الدول الغربية بوصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى الحدود الروسية للقتال ضد أوكرانيا. كان الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قد ندد لعدم تحرك حلفاء بلاده في مواجهة نشر قوات الكورية الشمالية قائلاً إن غياب الحزم الغربي يشجع بوتين على تصعيد النزاع. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمرت 31 مسيرة من أصل 48 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على مناطق مختلفة من أوكرانيا. وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن نحو 14 طائرة مسيرة أخرى تمكنت من اختراق الأراضي الأوكرانية، بينما تم تدمير صاروخ كروز من بين ثلاثة أطلقتها القوات الروسية. قال الكريملين إنه لا يمكنه تقديم تصور لما سيكون عليه وضع إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء اتفاق يسمح بمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في نهاية العام. وأشار المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إلى أن أوكرانيا غير مستعدة لتمديد اتفاق مرور إمدادات الغاز، وسط تقارير صحفية تفيد بأنه قد يتم التوصل إلى ترتيب بديل تشارك فيه شركات أوروبية. نشرة أخبار التاسعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعونها. واشنطن تعرب عن قلقها من التعاون المتنامي بين روسيا والصين في القطب الشمالي.
أعلن السفير الأمريكي غير المقيم لشؤون القطب الشمالي مايكل سفراغا إن بلاده تراقب عن كثب التعاون المتنامي بين روسيا والصين في القطب الشمالي. كما أكد السفير الأمريكي أن بعض جوانب تعاونهما العسكري في الآونة الأخيرة في المنطقة يرسل إشارات مثيرة للقلق. كانت روسيا والصين قد كثفتا تعاونهما العسكري في القطب الشمالي، وعزز البلدان العلاقات بشكل عام في السنوات القليلة الماضية لتشمل تهديد بكين موسكو بسلع مزدوجة الاستخدام، على الرغم من عقوبات غربية مفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. Joint Task Force East responsible for achieving the objectives of the DHS southern border. أعلنت شرطة مدينة أورلاندو الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار بوسط المدينة الواقعة في ولاية فلوريدا خلال احتفالات الهالوين، مضيفة أنه تم القبض على المشتبه به. وذكرت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى المركز الطبي الإقليمي في أورلاندو وأن حالتهم مستقرة. ونقلت شبكة CNN عن رئيس شرطة أورلاندو إريك سميث قوله في مؤتمر صحفي أنه ألقي القبض على المسلح المشتبه به الذي يبلغ من العمر 17 عاماً وتم تحديد هويته. استعرضت كوريا الشمالية قواتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز واسونغ 19. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ يعد الأقوى استراتيجيا في العالم. وخلال إشرافه على عملية الإطلاق قال زعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إن الصاروخ الباليستي والعابر للقارات أثبت الموقف المهيمن لبيونغ يانغ في تطوير وتصنيع وسائل حمل أسلحة نووية. أعلنت اليابان والاتحاد الأوروبي عن مشاركة أمنية ودفاعية جديدة في طوكيو. وكشف مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل الأوروبي جوزيف بريل ونظيره الياباني تاكاشي إياوا عن الاتفاق بشأن تطوير التعاون، مشيرين إلى أن الاتفاق يتعلق بالمناورات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات المرتبطة بقطاع الأمن وأمن الفضاء. وأشاد بريل بهذه الخطوة التاريخية وصفا الاتفاق بأنه الأول من نوعه الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي ما إحدى بلدان آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم جراء الفيضانات التي ضربت إسبانيا. ونشطت السلطات الإسبانية أكثر من 1000 جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ الإسبانية، بينما تتواصل جهود البحث عن مفقودين. فيضانات عارمة وسيول مدمرة تجتاح إسبانيا في أسوأ كارثة طبيعية تضرب الدولة الأوروبية منذ أكثر من 50 عاما. ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين من السيول التي تجتاح شرق إسبانيا في الوقت الذي لقي فيه العشرات مصرعهم جراء الفيضانات القاتلة التي ضربت البلاد. أنخيل فيكتور توريس وزير السياسة الإقليمية قال إن هناك عشرات المفقودين وإن الفيضانات جرفت السيارات وحولت شوارع القرى إلى أنهار وعطلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة. الحكومة الإسبانية أعلنت الحداد 3 أيام على ضحايا الفيضانات المدمرة، وتم نشر أكثر من 1000 جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ الإسبانية في المناطق المدمرة. وشكلت الحكومة المركزية الإسبانية لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ. خبراء الأرصاد قالوا إن منسوب الأمطار الذي هطل على أجزاء من مدينة بلنسيا لمدة 8 ساعات يساوي منسوب الأمطار التي تهطل في عام. وفي بلدة أوتيل الريفية التي لحقت بها أضرار جسيمة وتقع على بعد نحو 85 كيلومترا من مدينة بلنسيا، فاض نهر ماجرو عن ضفتيه وبلغ منسوب المياه فيها 3 أمتار لتغرق المنازل في المياه. وشهدت إسبانيا عواصف خريفية مماثلة في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لا شيء يقارن بالدمار الذي حدث خلال اليومين الماضيين. ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى مع عدم الإبلاغ عن ضحايا في مناطق أخرى، مع استمرار وجود البحث في المناطق التي يصعب الوصول إليها في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها جنوب إسبانيا في العقود الأخيرة.
ذكرت المنظمة العالمية للإرصاد الجوية أن الأنظمة الخاصة بالتحذير والفعالة من الفيضانات قد تساعد في تجنب مستوى الدمار الذي لحق بمنطقة بلنسيا في إسبانيا هذا الأسبوع. كما شددت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة ضمان وصول التحذيرات المبكرة للسكان لأخذ الحيطة والحذر. تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر المقبل. وأكد شربيني حرص الدولة على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضري العالمي الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يتم التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى الذي ينظم في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الحالي، وكذلك تحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي. استضافة المؤتمر الكبير المنتدى الحضري العالمي بنسخته ال 12 الحقيقة اللي احنا بنشرف طبعا يعني الدولة المصرية بتشرف الحقيقة باستضافته في أي أرض القاهرة العاصمة طبعا التاريخية للدولة المصرية. والحقيقة يمكن النهاردة تابعنا موقف الجاهزية من ناحية الاستعداد فيما يخص التسجيل، وإحنا وصل عدد المسجلين دلوقتي حوالي 28,000 مسجل، وده الحقيقة إقبال كبير جدا، بالإضافة لتأكيد عدد كبير جدا من الشخصيات الهامة من الرؤساء ورؤساء مجالس الوزراء، وحوالي عدد 75 وزير هيبقى حاضر معانا المنتدى إن شاء الله. في إقبال الحقيقة كبير جدا، يمكن بالمقارنة بالنسخ السابقة من هذا المؤتمر الحقيقة إحنا يعني الحمد لله رب العالمين في إقبال يعني غير مسبوق حاصل المرة دي في النسخة 12 اللي احنا بنشرف طبعا او بتشرف الدولة المصرية باستضافتها. يهدف المنتدى الحضري العالمي 12 إلى بناء تحالفات لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة. We'll be right back.
وتعد استراتيجية مصر للطاقة 2040 حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام، فهي ليست مجرد خطة عمل بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة. وتسعى الدولة من خلال استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرا إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يسهم بشكل فعال في تحسين جودة الهواء ومكافحة التغير المناخي. في عصر يتسم بالتحديات البيئية المتزايدة والاحتياجات المتنامية للطاقة، تبرز استراتيجية مصر للطاقة 2040 كخطوة محورية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. فهذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة لتطوير القطاع، بل هي رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويجذب الاستثمارات الأجنبية. وتسعى الدولة المصرية من خلال استراتيجية الطاقة 2040 التي تم اعتمادها مؤخراً إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة، فزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040 لا يعكس فقط التزام مصر بالاستدامة، بل يمثل أيضا خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقلالها الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2040. وتمثل استراتيجية مصر للطاقة 2040 رؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل كبير، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويسهم بشكل فعال في تحسين جودة الهواء ومكافحة التغير المناخي. وتعتبر زيادة حصة الطاقة المتجددة من الأهداف الأساسية للاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية إلى 123,400 ميجاوات بحلول عام 2040، وستشكل الطاقات الشمسية وطاقة الرياح الجزء الأكبر من هذه الزيادة. ويلعب البرنامج النووي المصري ممثلا في محطة الضبعة النووية دورا حيويا في استراتيجية الطاقة، إذ ستوفر المحطة قدرة إجمالية تبلغ 4,800 ميجاوات من الطاقة النظيفة، مما يعزز من قدرة البلاد على تقليل الانبعاثات الكربونية ويحقق وفراً كبيراً عبر خفض استهلاك الوقود التقليدي. تعد استراتيجية مصر للطاقة 2040 حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام، فهي ليست مجرد خطة عمل بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، بما يضمن لمصر أن تكون قادرة على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية مع الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية. استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040. جاء ذلك في ضوء الاستراتيجيات الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية مرنة وأمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية. يأتي هذا في إطار توجهات الدولة المصرية نحو الطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها في مجلس الوزراء، ويتم العمل بها حاليا لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن قيام مصر بوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي 2024 يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بكولومبيا كوب 16، حيث دعت وزيرة البيئة الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية. أعلن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إطلاق حملة على الأد بشكل رسمي
تحت رعاية الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ومشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والري. صرح وزير الري أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجها بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث. كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف أشربيني تفاصيل ملحمة الهندسية لتنفيذ الهيكل الخرساني لأطول برج على ساحل البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني الذي بدأ تنفيذه في فبراير 2022 وتم الانتهاء من هيكله الخرساني أمس الخميس. وأوضح شربيني أن البرج الأيقوني يقع ضمن مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العالمين الجديدة التي تضم أيضا 4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر للبرج و56 طابقا بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع. وأضاف وزير الإسكان أن الارتفاع النهائي للبرج الأيقوني يتجاوز 300 متر. شهد وزير الإسكان شريف الشربيني ووزير التنمية الحضرية والريفية الصينية ني هونغ توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف شركات صينية دولية، عقب حفل انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعالمين الجديدة. أوضح الشربيني أنه مع اقتراب تسليم الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية فإن التحالف سيباشر بالتنسيق مع الهيئة جميع الأعمال المتعلقة باستلام الأبراج واستكمال الاختبارات التشغيلية في مرحلة التسليم، على أن يتولى أعمال الإدارة والتشغيل في مرحلة ما بعد الاستلام، حيث يعتمد التحالف على المكون المحلي والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل. ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد. يهدف الاجتماع إلى بحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شؤون العاملين بالهيئة. وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، مشيرا إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها. اجتمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على هامش مشاركته في قمة الكوميسا 23 في بوجمبورا في بروندي مع الأمين العام للكوميسا. وأشار الوزير إلى حرص مصر التام لإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الكوميسا، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار في عام 2023. وخلال اللقاء تطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي دخلت حيز النفاذ في يونيو من عام 2024، مشيرا إلى أهمية قيام سكرتارية الكوميسا بالتنسيق مع سكرتارية تكتل السادك وجماعة شرق إفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية. كما التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على هامش مشاركته في قمة الكوميسا 23 ببروندي المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الزامبي إنكاكا فيناديل. وأكد الوزير خلال اللقاء على قوة العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مشيدا بجهود جمهورية زامبيا خلال رئاستها للكوميسا خلفا لمصر منذ انعقاد القمة 22 للتجمع بالعاصمة الزامبية لوساكا في يونيو 2023، وحرص القيادة السياسية على تنمية التعاون الثنائي مع زامبيا. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولية رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
بما يعكس التزاما مشتركا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة. جاء ذلك خلال استقبالية وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمناقشة الجهود المشتركة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. أكدت المشاط أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بنية اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل. التقى وزير الزراعة علاء فاروق بوزير الدولة بوزارة الزراعة والري بالصومال عبد الرازق محمد لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية المقام بعاصمة المملكة الأردنية عمان. وأكد وزير الزراعة أن هناك توجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء نظرا لما تمثله إفريقيا من أهمية استراتيجية. توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024-2025 مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال المشاريع الضخمة. شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في الدورة 46 لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول التي عقدت في ياوندي بالكاميرون. واستعرض الاجتماع الوزاري أهم أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها مستجدات إنشاء بنك الطاقة الإفريقي والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في القاهرة في يونيو الماضي. وأوضحت نيجيريا الدولة المستضيفة لمقر البنك أنها تعمل على تجهيز المقر للافتتاح في يناير القادم وفقا لما هو متفق عليه مع دول المنظمة. أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو على أهمية التعاون الثقافي بين مصر وقطر كجزء من الروابط التي تجمع الشعبين. وخلال لقائه نظيره القطري الشيخ عبد الرحمن آل ثاني أعرب هنو عن تطلعاته لتكثيف التعاون الثقافي والفني مع الجانب القطري. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين. كما نوقش خلاله مقترح لإقامة فعاليات فنية مشتركة في الفترة القادمة تجسد ثقافة وتراث البلدين. كما التقى وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخ الميسى بنت حمد بن خليفة آل ثاني لدعم الجهود المشتركة لتطوير قطاع المتاحف الفنية وتبادل المعرفة والخبرات الفنية والثقافية بين المؤسسات المتحفية في البلدين. زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قرية نهطاي بمحافظة الغربية الحائزة على شهادة ترشيد المجتمعات الريفية الخضراء. جاء ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي المنعقد في الفترة من 4 إلى 8 من نوفمبر الحالي تحت عنوان حلول محلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. وأوضحت وزارة التخطيط أن الزيارة تأتي في إطار تسليط الضوء على المشروعات التي أهلت القرية للحصول على شهادة الترشيد باعتبارها نموذجا يحتذى به لقرى المشروع القومي حياة كريمة ضمن مشاركة الوزارة في الحملة الحضرية لمصر في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي. تشهد دار الأوبرا المصرية داخل مركز الهناجر للفنون معرض الفنون التشكيلية مصر على مر الفنون. يشارك في المعرض 40 طفلا من مختلف الأعمار بلوحات تتحدث عن معالم مصر السياحية والطبيعية. إيمانا بأن الفن هو القوى الناعمة المؤثرة في المجتمع وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشرق الأوسط أقيم معرض مصر على مر الفنون في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. المعرض بيتكلم عن مصر، كل ما يخص مصر. فكرة المعرض جات لي لأن احنا في وقت كتير صعب وشايفين العالم كله فيه كتير حوالينا
تحديات كبيرة قوي، وبالذات مصر من البلاد اللي هي دايما بنقول الناس انها بلد امن وامان وخير وبلد حضارات. فلما قررنا وفكرنا ان احنا نعمل مصر ونعرف الناس قد ايه مصر مرت بمختلف الحضارات ومختلف التحديات، هي لسه موجودة ولسه بتقول انا موجودة ولسه حلوة، وبندعي من خلال لوحاتهم الصغيرة وتعبيراتهم البسيطة ان هم يجوا يزوروا مصر. المعرض يدعو الاطفال، فهم الاستثمار الحقيقي في كل الأوطان وغرس قيم المواطنة والفنون في وجدانهم بلوحات تتحدث عن معالم مصر السياحية والطبيعية. عزمت لوحة جزيرة فتناس في واحد سيوة، كانت مشهورة باسم واحد الغروب عشان عندها أحسن غروب في العالم. اسمها تمثال نهضة الفنون، موجود هنا في الأوبرا. النحات اللي عمله اسمه محمد حسن. في مثلا ثلاث تماثيل، واحدة بتشاور على الأوبرا والتانية بتمسك يعني زي وشين اللي هو الضاحك أو الحزين. في واحد قاعد اللي هو بيمثل اللي هو رموز التشكيلية، زي إن فيها باليت وفرش أو اللي هو المثلث التشكيلي. أنا اللوحة بتاعتي عن الصحراء البيضاء، وهي من اكتر الاماكن في مصر الجميله، والناس بتروح هناك عشان تعمل سفاري وبرده بالليل. وكل صخره هناك بتبقى ليها شكل، والشكل ده بيبقى ليها اسم، زي مثلا صخره جمل شكلها زي جمل. يشارك في المعرض 40 طفل من مختلف الاعمار، ويمثل دعوه للعالم ان يلتف حول مصر بفنونها الجميله وتشجيعا للسياحه بمختلف انواعها ومجالاتها. شهدت محافظة مطروح هطول أمطار الغنزيرة مصحوبة بحدوث عواصف رعدية، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على المحافظة، ما أدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط توقعات بأن تستمر هذه الأمطار خلال الساعات القادمة وتشمل المناطق الداخلية للمحافظة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على معظم محافظات ومدن الجمهورية في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وبهذا نصل إياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز عناوينها. غارات إسرائيلية جديدة على قرى شرقي لبنان تسفر عن قتلى وجرحى بالعشرات. الصحة العالمية تصف الوضع الصحي في شمال غزة بالمأساوي وتناشد المجتمع الدولي حماية المستشفيات. الاحتلال الإسرائيلي يوافق على ميزانية 2025 ويتصدرها زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب. نهاية نشرة التاسعة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. إلى اللقاء.